اللي بغى يبدلو راه ما غاليش تبدلو الا تقبلك ولا شي حاجه. الفيلتر فين كيجي العيب صافي. ما راه كيفكروا لينا شوفوا الزيت كيدير. واش لا فامي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفاتكم هذا الفيديو باحسن الاحوال يا ربي. هذا الفيديو خصيصا لصحاب السيم ان اش تي 200. عارف راسي غبرت عليكم دري شويه ما بقيتش كدير لنا فيديو بموطور وهذا. المهم راكم عارفين الموطور اصلا راه ديما راكب عليه راه مع التيران وداك الشيء ما صعب ما بقاش الوقت باش ندير لكم فيديو عليه. المهم اليوم الفيديو اللي بغيت نشارك معكم انتم عارفين اي حاجه كنشاركها معكم. اليوم الفيديو اللي بغيت نشارك لكم على الموطور. المهم بالنسبه للموطور وداك الشيء اللي فيه صراحه ما ناقديش والحمد لله ما كاينش شي مشكل غير داك الشيء اللي فيكم الكارينات وحالو ساهل. دابا اخوتي غنمشي ناخذ الزيت. درت كنت كندير 5000 درت الشامبيون ما خدماش ليا ما حسيت بها مشي هذيك. درت موتي 5100 سافرت بها وجيت وعاود درتها قلت زعما ندير شي حاجه زايده نغزه. درت 7100 ومي درت 7100 خوشي رطاش بها واحد 600 كيلومتر حسيت الموطور ولا فيه تبنبين وصداع ويوصيني واحد الدري كيبريباري الموطور وصاني على اللي كيموت. المهم اخوت دابا غنشد الموطور ان شاء الله وغنمشي ناخذها عند واحد الدري في الموطور شوب. كاينه حتى بريك هما قالوا لي نمشي للموطور شوب ناخذها. خليكم معنا نجيبوها ونديروا البيدون جراحه ونوريكم كيف قلت لكم اليوم غنبدل الزيت على راجل اللي كيموري اللي وصل وصاني على الدري اللي كي بريباري الموطور قال لي راه مزيانه. المهم جيت هبط لها الموطور شوب الموطور شوب كنصيفط لكم النمره ديالو لوكاليزاسيون ان شاء الله غنمشي ونديروا البيدون جا الدراري ونشوفوا الدعوه كي غتكون ان شاء الله. المهم 7100 راه ما مصدقاتش ديال موشي المهم لا فامي راه مشيت جبت الزيت جيت دابا حطيت الموطور يبرد شويه. المهم كيف كتعرفوا لقيت البوليزه ديال الماء لقيتها خواش هذيك ديال البوليزه ان شاء الله دابا نعمرها شويه بالماء وعندي رشاشة ديال الزيت. ايوا خويا رشاشة ديال الزيت جاية ضروري اول لونتيجين اللي كنستعمل الدراري فاليو اوريجينال كنديرو كنسى رشاشة راه حاجة باينة كي ديما. دابا بيد ما نبرد الموطور ونحلو ونديرو الفيدونج ديالنا ها كيف كتشوفو اخوت. انا قطعت بوزيد انا باش نخوي فيها الزيت واحد بوزيد اخر كنت كن ما عارفينها. المهم راه كندير الفيدون ديما راه غنشي البوليزه خوات تاهي من الموقع فيها شويه غنزيدو فيها لونتيجين صافي نديرو الرشاشه. اصلا الموطور خاصو الموطور خاصها غسله صراحه. المهم داكشي حالو ساهل حنا دابا نحلو باش نوريكم العيار والفيلتر حيت بنادم راه غالط كيصحاب الفيلتر راه الفيلتر بنادم غالط كيصحابو كيتبدل هو الفيلتر راه فيها واحد الصفايه واحد العيار فهمتي نمشي بحال البينيليك فيدونج ان فيدونج لا اللي مدود البيني اللي كيصحاب راه تاثير فيها. المهم انا خوش غندير الفيدونج خليكم معايا كتشوفوا الخول كتبغوا تحلو كدفعوا الجهه الاخرى الشيا. المهم ها هو راه بدا كيتحل دابا نكمل على بيدي باش يطيحوا لي داك الكرو الفيلتر والعيار وداكشي. هانتوما كيف كتشوفو هاديك 7100 هانتوما باقا حمرا باقا مزيانة ولكن الموطور ما وليتش كنسمع فيه شي صوت ماشي هو هداك يعني ما خدماش لي شو راه باقا حمرا الزيت. المهم نحيدو غنديرو لي كيمولي نشوفو الصاونة بها الناس والدراري وكلشي. المهم انا بالنسبة للسيم كنصحكم 7100 قدرو ديرو 5100 كانت خدمات ليا مزيان. لا بغينا زعما شي حاجة زوينة على زايدة نغزة قلنا 7100 الساعة مخدماش لا. المهم نديرو لي كيمولي ان شاء الله ونشوفو واش هاي خوج وكتبان خفيفة ما ان شاء الله. المهم زعما الموطور مزيان باش يخدم من كلشي
شو ما الدراري يضرب شو على الفلتر وديك البولون شوفي كيبقاو يقدروا يطيحوا مع الفيدونج يبقاو يقدروا يبقاو شو ما فهمشوا. انا دابا نجبدهم مهم شي كاين البولون كاين العيارات اول فلتر فين طاح شو هذا هو الفلتر الدراري كيقول لك كيقول لك الفلتر واش كيتبدل لا وفهمتيني كتجري معاه كتشوفو الشبكه باقا مزيانه كتنقيه كتمسحو صافي. وكاين هاد البولون هذا باش كتسد ها هو العيار فين كيكون لاصق صافي. دابا حنا راه جبدنا الزيت اللي كاينه ما بقى والو نجيو نديرو الزيت الاخر ان شاء الله. خوتا مسحو الفلتر مشينا نقيو مزيان اللي بغا يبدلو راه ما غاليش تبدلو الا تقبلك ولا شي حاجه مشينا ما راه مي كتمسحو كيولي النيو بداو مع الجليده الدراري هاي بداو مع الجليده كتكون هنايا كتبروتيجي باش كيما كتسد ها نتوما شتو ملي كتمسح وكي كيولي كيولي واش يعني فيه تاع نقي ها ماشي شي حاجه اللي غتبقى تبدلها كل مره. انا من نهار خديت عمرني بدلتها وشان او كيتمسح كيولي ناض هذا هو العيار شي هو العيار فين كيكون اي راه فين كيكون يتمسح حتى هو يا صافي كترجعوه للبلاص وخرج الفيتر فين كيجي العيب صافي كتجي فحال هكا الحطه ديالو شي صافي كنت زدو العيبة باش نديرو البيض صافي كترجعو العيبة الدراري ها بيديكم صافي باش نديرو السيرو المهم الدراري صافي كتزير ما تزيروش عاوتاني بزاف ما تفاراش ليك هاكا تحس بها تحس بها تزير الله يعطيك دير لنا اللعيبة ما تحتاجش تعذب ولا شي لعيبة هما راه كيفكروا لينا شوفوا الزيت كيدير مراتو عليها هما كيفكروا لينا ودير الزويجة ديالك مرتاح شي بحال موتي كنا كنديرو هادي الروينه والعادات شي شي دراري بغاي سلامات بعد ما درنا الزيت ديالنا شو هاي راه عمرها الدعوه الزيت ديالها هي صفراء درت قلت شويه واحد شويه وشي كشبان تبان مليح الصراحه. دابا نديرو لونتيجين ديالنا الدراري هما عارفين نظن نتوما راكم عارفين لعبو عارفين الاولى والثانيه وحبس صافي بحال هكا وحبس الله يعاون باش ندوزو السلسله الدراري راه مبقى فيها والو عارف نشري والو شيش هادي درت عارف صافي الدراري السوت لا كديرو بهاد الطريقة صور اللعيبة ويبقى فيها هاد الشوية هدا تناقلوها واش هاد شوف كان في واحد الزنبيلة واحد الصوت الله يشم شاف طلعت في الدقة الأولى ديالو مهم
المهم لا فامي هنا غنكونوا سالين المهمة ديالها، تمت المهمة بنجاح، درنا الزيت ديالنا، درنا الماء، الشاشة بقى فيها شوية، المهم درنا شوية لعيبة، إن شاء الله بقى خاصة شي بس للموطور. هذا ما كان الدراري، أي تساؤل ما بقى في الانستغرام ديالي، أي حاجة للدراري، تبارك الله شحال من واحد سولني عليها، شحال من واحد جاوبتو، شحال من واحد خداها، وإن شاء الله نقول لكم كيفاش تجيني هاد الزيت. المهم حاجة زوينة، حاجة مليحة كنصحكم بها، وأي حاجة كنشاركها معكم في موطوري، والله يدير الخير. ملي غنبغي نبيع، غنقولها لكم إن شاء الله. خوفا شوي حييكم، تلاقوا فيديو جديد، إلى اللقاء.